سام لي لم يتوقف عند اختلاس 1.7 مليار دولار من المستثمرين، بل هو الآن يخطط لإطلاق مشروع جديد. لي الذي اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالترويج الاحتيالي لمشروع هايبرفيرس الذي انهار عام 2023، استطاع جمع حوالي 1.7 مليار دولار من مستثمرين عبر خداعهم وتضليلهم برئيس تنفيذي غير موجود يمتلك كفاءات عالية. المفاجأة أن هايبرفيرس لم يكن مشروع لي المنهار الوحيد، بل كان قد أسس أيضا شركة بلوكتشين جلوبل التي انهارت عام 2021 وتسببت بخسائر تعدت 50 مليون دولار للمستثمرين. وبعد مشروعين منهارين، يسعى لي لإطلاق مشروع فاند، وهو عبارة عن منصة بث مباشر تمكن المشاركين من الترويج لمشاريع الكريبتو الخاصة بهم، حيث يحصل المشاهدون على مكافآت من خلال مشاهدة العروض التقديمية والاشتراك في المشاريع. ولكن هل سيثق العالم به من جديد؟ وهل سيكون مشروعه الأخير أيضا خدعة؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.